النافذه كما ترون ساشرح لكم يعني طريقه التسجيل فقط لقد نسيت ان اضع لكم يعني طريقه التسجيل استغفر الله العظيم استغفروا مع الله ساقوم فقط لاشرح لكم من البدايه يعني طريقه التسجيل عاديه وعاديه جدا اخواتي اخواتي كما ترون اخوتي اخواتي هذه نافذه الموقع ونافذه يعني النافذه الاولى للموقع ما تحتاج اليه اول شيء هو ان تقوم بتسجيل في هذا الموقع هذا الموقع عباره عن منصه كما اخبرتكم إخوتي اخواتي ستضغط على كرييت ان اكونت كما ترون اذا كان لديك يعني راس مال يفوق مثلا الدولار او الدولار فاصل خمسه فانت مستعد للعمل في هذا الموقع لم يكن لدي أخي, اخي العزيز فقط يعني قم ب مشاهدة الدروس التي قريتك قا... فيها كيف تقوم بربح يعني دولار واحد أو دولارين إخوتي إخواتي في اليوم يمكنك ذلك أخي العزيز فعند ضغطك على create an account كما ترون تأتي هنا first name تضع first name last name country لا تضع هنا رقم هاتف لأن لك مشكلة لا تضع هذا لا تضع أي رقم هاتف هنا أخو إخوتي اخواتي لأنه اختياري أصلا يعني لن تحتاج إلى وضعه هنا ضع إيميلك باسورد ثم أعد كتابة باسورد ثم قم بتج... بوضع هنا الرابط ثم I agree. هنا ثم create account سيتم إرسال رسالة بريد الالكتروني قم بالدخول لها وسجل رسالة قم بالضغط عليها ويتم تفعيل الحساب بعد على ساين ان ثم قم بكتابه فقط يعني ال قم بكتابه الايميل الخاص بك والباسورد وستقوم بالدخول عادي الى حسابك اخوتي اخواتي تقوم بوضع الايميل هنا والباسورد الى اخره الان ستذهبون الى كما ترون هذه هذا الموقع قمت بالدخول انا ساريكم فقط كيف تجدون النافذه ساريكم الان تجدونها هكذا ننتظر فقط مشكله هذا الموقع انه ثقيل بعض الشيء يعني في آه في عمليه يعني ثقيل بعض الشيء في البدايه فقط لكن ستشعر يعني بسلاسه الموقع بعد يعني مده زمنيه معينه كما ترون هذا هو هذه هي نافذة الموقع كما ترون يبدو يعني معقد بعض الشيء لكنه يعني صدقوني يعني الطريقة سهلة سهلة جدا في العمل مع استراتيجية سلسي سأضعها لكم كما ترون اخوتي اخواتي هذه هي العملات كما ترون العملات التي اخبرتكم عنها لديك هنا الاثريوم كذلك لديك لايت كوين الاثريوم بلاستيك الريبل وهذه ما اسمها ستيلر كما ترون ستيلر وايضا نعم ها هي ستيلر كما ترون والبيت شير وهناك العديد والعديد سأعطيك يعني عملتين الان واذا اردتم ان اقوم بوضع لكم توصيات على عملات ان شاء الله في الدروس القادمة سأضع لكم توصيات فهذه ليست مشكلة اخوتي اخواتي كما ترون لدينا هنا عملة البسيان هذه قمت بالتداول في عملة البسيان فقط البارحة قمت يعني وضع كم وضعت دولار فاصل دولار فاصل سبعة دولار فاصل سبعة اليوم حصلت على دولارين يعني قريب الدولارين يعني فقط بتداول بسيط جداً ساريكم كيف تقومون بكل شيء اخوتي اخواتي فعند دخولكم الى الموقع سيظهر لكم بهذا الشكل تظهر لكم هذه العملات كما ترون من هنا وكذلك يظهر لكم منحنى بياني يعني لقيمه العمله هذه فأنا, فأنا, الان كما تعلمون انا انا يعني اخترت عمله البيسيان كما ترون فانا يعني فاتح هذه العمله من منذ قليل تختارون اي عمله تريدونها لكن ساريكم كيف تختارون العمله هذه ليست مشكله ساريكم كيف تقومون باختيار العمله كما ترون اخوتي اخواتي هذا المنحنى البياني يعني قيمه يعني العمله مع الزمن كما ترون قيمه العمله مع الزمن فقيمتها الان قيمه العملة لا حاليا كما ترون قيمه العمله حاليا هي 56 ساتوشي 56 ساتوشي قيمه هذه العمله حاليا البارحه كانت قيمتها آه كم كم اشتريتها كانت قيمتها آه 41 ساتوشي او 42 ساتوشي نعم ها كما ترون 42 ساتوشي قمت بشرايها ب 42 ساتوشي آه قبل قليل بعتها ب بي آه كم بعتها بعتها ب بي? آه 49 ساتوشي يعني بعتها يعني قبل الوقت يعني بعتها يعني تسرعت صراحة في بيع هذه العملة فقط لأجرب بعتها ب 49 ساتوشي كم ربحت ربحت آه 8 ساتوشي فقط وكانت وقد اشتريت أكثر من 10000 يعني من هذه 10000 إخوتي أخواتي خواتي وبالتالي ربحت يعني العديد العديد من الساتوشيات كما ترون اخوتي اخواتي سنحتاج ايضا كما ترون هذه نترك هذه آه مفتوحه كما ترون تحتاجون اول شيء الى وضع يعني هنا آه عمله اذا كانت لديك عمله الدوج كوين لديك عمله آه البيت يمكنك اضافه اي عمله تريدها اخي العزيز الى هنا في آه الى هذه يعني الموقع كما ترون الموقع فقط عيبه الوحيد انه يعني تلاحظ بعض التشنجات في الموقع آه هذا فقط العيب الوحيد في الموقع أه سا عندما يعني يعود الموقع كما كان إلى سنعود إلى إليه, نعود إليه, إليه يعني طبعا سنأتي إلى هذا يعني الموقع هذا الموقع هو الموقع الرائع والرائع والرائع جدا هذا الموقع سيجعلك يعني تربح مبالغ مالية بدون أن تخسر صدق لن تخسر أبدا اسم الموقع كوين كاب في ماذا سنحتاج هذا الموقع سنحتاجه في معرفة هل العملة سترتفع أم ستنخفض لكن لن سترى هذه العملة تقول كيف سأعرف أنها ترتفع أو تنخفض سأريك أخي العزيز فقط بعملية حسابية بسيطة جدا ستعرف هل العملة سترتفع أم ستنخفض مع الزمن مثلا الان ساختار اي عمله اشتريها امامكم مثلا ساختار عمله الدوغي كوين سناتي الى هنا ناتي الى هنا اين هو نختار مثلا عمله الدوغي كوين نكتب هنا مثلا الدوغي كوين كما ترون لقد ظهرت عملة الدوغي كوين هذه عملة الدوغي كما ترون تجدون هنا ارقام تجدون هنا الماركت كاب او يعني الطلب كما ترون الطلب على العملة الطلب على العملة وهنا العرض على العملة كما ترون العرض على العملة نحتاج هذين الرقمين هذا هذا الرقم وهذا الرقم وكذلك نحتاج على سعر العملة كما ترون سعر العملة الان هو واحد ركز معي اخي العزيز 0.001 واحد ماذا سنحتاج ستحتاج الى حاسبة تحضر هنا الالة الحاسبة ماذا ستفعل هذه الطريقة التي سأريك اياها كيف تعرف كيف تعرف ان العملة سترتفع ام تنخفض فاذا كانت العملة سترتفع طبعا ستشتريها الان وتتركها مدة من الزمن الى ان ترتفع ثم تقوم ببيعها طريقة واضحة كيف ماذا سنفعل ستاتي الى هذا الرقم هذا الرقم هو الطلب ركز معي جيدا اخي العزيز قم باحضار ورقه او قلم وقم بكتابه معي هذا هو الطلب هذا هو الطلب آه نعم هذا هو العرض عفوا هذا هو العرض تقوم بكتابه هذا الرقم كما ترون الرقم العارض تقوم بكتابته تقوم تقوم بكتابة بدون فواصل تكتب واحد واحد صفر واحد ثمانية سبعة أربعة عفوا تسعة كتبت سبعة أربعة عشرة صفر ثمانية تسعة ثلاثة كما ترون بكتابته بعد كتابتك هذا الرقم تضربه في يعني في هذا يعني في البرايس او ثمن يعني ثمن العمله التي اخترتها مثلا لدينا عمله 0.0018 كما ترون ثم اضغط على انتر كم يعطيك يعطيك عدد معين اذا كان هذا العدد هذا العدد كما ترون عدد الطلب اقل من عدد, عدد اكتبوا هذه معي اخوتي اخواتي عدد العرض عدد العرض اقل من عدد الطلب فالعمله سترتفع فالعمله سترتفع اذا كان اذا كان العرض العرض أقل من الطلب فالعملة سترتفع كما نرى الآن لدينا هنا واحد تسعة ثمانية لدينا هنا 2.0.1 صفر واحد لدينا ثلاثة, ثلاثة سبعة لدينا خمسة صفر خمسة كم لدينا هنا اثنين واحد كما نرى فالعملة لدينا هنا العرض أقل من الطلب وبالتالي فالعملة سترتفع منطقيا إذا كان يعني العرض أقل من الطلب لأن الطلب يعني, يعني على العملة كبير وبالتالي فسترتفع سيرتفع سعرها إخوتي إخواتي وبالتالي هكذا عرفنا أن أن العملة سترتفع أنت اختر عملة يعني حسب رأس المال الذي لديك مثلا تختار هذه العملة فلنرى هذه العملة مثلا عملة أردور كما ترون سنرى هذه العملة سأقوم بمحي هذه كما ترون أردور. قبل أن أعود إلى عملة أردور سنذهب إلى الدوج كوين فقط لنقوم بشراء كوين لتكون الأمور واضحة سأختار هنا عملة الدوج كوين سأكتب هنا دوجي يعني دوغي كوين. نعم هذه هي كوين كما ترون آه كم سعرها الان ثمانية وسبعون ساتوشي ساقوم بشرائها لانني ساعلم انها سترتفع ساختارها هكذا كما ترون ستختارها هكذا ساريكم اخوتي اخواتي كيف تقوم باضافة يعني الاموال ساريكم بعد قليل اخوتي اخواتي اه ننتظر بعض الشيء ننتظر بعض الشيء اعتذر جدا يعني لا اعلم يعني المشكلة هل هي في المتصفح ام هي ام هي في الموقع المهم سأقوم بالشراء الآن. آه عند يعني عندما تظهر لك هذا أنت لا تهتم بهذا لا تهتم بها. ما يهمك هو هذا الموقع، نعم هذا هو الموقع الذي يهمك. تعود الآن إلى هنا. تنزل إلى أسفل. آه... ثم تأتي إلى باي دوغي. باي دوغي. تختار يعني طبعا العملة تريد شرائها، ثم تأتي إلى باي دوغي. إذا اخترت مثلا عملة النوت، تجد... تجد هنا باي نوت كما ترون. فأنا اخترت ب... باي دوغي، ماذا ستختار؟ هنا ستأتي إلى يعني ترى سعر العملة كما ترون آه... 0.78 فالسعر متغير. أنت تتركه على ما هو موجود. او يعني آه على ما هو موجود هنا كما ترون تختار هنا سبعة مثلا لدي سبعة 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 كما ترون سبعة هكذا بعد ذلك ستنزل الى هنا تختار يعني ما آه كم تريد من الدوكوين الف الفين ثلاث الاف كما آه تريد اخي العزيز آه عندما اضغط هنا يعني وضعت كم لدي من البيتكوين قال لي استطيع شراء الف وثمانية وتسعين دوغي كوين ساقول له نعم اريد شراء 1098 دوغي كوين اذا اردت يعني تخفيض عدد الدوغي كوين مثلا الى 1000 دوغي كوين يمكن كذلك اخي العزيز وهي خفيض يعني ثمنها بالنسبه للبيتكوين لديك حسب العدد الذي لديك لديك مثلا 0.01 بيتكوين قم بشراء انت وانت يعني انت وما تريد اخي العزيز فمثلا ساتركها على ما هو موجود كما ترون ثم 77 ساقوم هنا بالضغط على باي باي او شراء ثم تضغط اوكي ننتظر هذا الشيء سأ يعني يقوم ب الان اه قمت بعمليه شراء الدوجي كوين اه فقط يعني اه ضغطت على باين يعني في غسل سأ فقط اضع ريفريش ستذروا فقط بعض الشيء اخوتي اخواتي يعني الى يعني حد ان يقوم بالشراء سأ اه في في هذا الوقت اخوتي اخواتي ساريكم كيف تقوم بوضع الاموال تاتي الى بالانس كيف تقوم بوضع الاموال في هذا الموقع تاتي الى ديسبوزيت اند ويدرو ثم سنقوم بفتحها هكذا ماذا هناك سأقوم بفتح يعني الانترنت كما ترون لدي مشاكل على مستوى الانترنت دائما تحت لي هذه المشاكل آه هذه النافذة يعني التي أقوم ب يعني الحصول على الأموال وكذلك دفع الأموال ننتظر ننتظر كما ترون اخواتي اخواتي فهذه هي نافذه يعني البالانس كما ترون ديسبوزيت uh, اي هذه يعني uh, هذه القائمه اللي ستقوم فيها ب يعني تقوم بجلب الاموال الى هذا الموقع وتقوم بسحب الاموال ايضا فكما ترون لديك هنا العملات مثلا البي تي سي كما ترون اذا اردت يعني مثلا سحب عمله او تقوم بجلب يعني البيتكوين كما ترون تضغط على ديبوزيت تاتي الى بي تي سي ثم تقوم باخذ هذا الكود وتذهب الى محفظتك ثم ترسل الاموال الى هذا الموقع مثلا لديك عمله الدوج كوين ايضا نفس الطريقه تاتي الى ديبوزيت ثم تقوم بوضع الدوج كوين اذا اردت يعني سحب اموالك اذا اردت سحب اموال مثلا وصلت الى عدد معين تريد سحبها على اي عمله تقوم فقط بالضغط على ويدرو بعد اختيار العمله التي تريدها ثم تختار هنا يعني هنا الادرس الخاص بك ثم تختار كم تريد يعني ان تقوم ب يعني آه ارساله كما ترون مع يعني فقط آه يعني آه كما ترون ضريبه يعني خمسة دوكي كوين فقط كارسال لك اخي العزيز فهذه هي طريقه يعني سحب و يعني وضع الاموال كما ترون في الموقع فكما ترون لدينا لدي الان 1082 دوغي كوين كما اخبرتكم يعني اللي قمنا بشرائها قبل قليل فما فقط فعله هو الانتظار يعني مده مثلا يوم او يومين وسترتفع الدوغي كوين صدقوني سترتفع الدوغي كوين لان هذا الموقع يعني صادق وقد جربته في العديد والعديد من العملات من قبل في مواقع اخرى مثل موقع يوبيت كنت استعمال كنت استعمل موقع يوبيت ليس موقع بولينياكس كنت استعمل موقع يوبيت لكن اردت فقط ان بشرح موقع بولينياكس رغبه منكم اخوتي اخواتي في ان اقوم بشرحه فكما ترون هذا هو الموقع تقوم بعد ذلك يعني بعد اه ارتفاع سعر الدوك مثلا عندما يرتفع سعر الدوك كوين الى اه فنقول ان شاء الله سيصل الى مئة ساتوشي فعند 100 ساتوشي ماذا ستفعل؟ ستقوم ببيع ذلك الدوك ساريك كيف تقوم ببيع الدوك كوين انه وصل الالف الى 1000 الى ال ساتوشي ونقوم ببيعه وكذلك ساعطيك يعني لمحه احسن العملات التي يمكنك استثمار فيها الان يعني براس مال بسيطه وبسيط جدا فمن هذه العملات التي البدايه بها ان تبدا بها لديك السياكوين اين يعني هي السيا كما ترون هذه السياكوين عملة جيدة جدا وترتفع بشكل مهول كما ترون سنجرب عليها سنجرب هل هي هل هي مازالت سترتفع ام لا كما ترون هذه, آه هذه هي السياق كوين هذه هي السياق كوين كما ترون سأقوم بكتابة للرقم الرقم اثنين سبعة ستة ثمانية تسعة تسعة ستة أربعة ثمانية خمسة خمسة ثم أضربها فقط في آه هذا ثمنها صفر فاصل صفرين آه ستة وسبعون وأضع تساوي كما لدينا الآن 210 ولا عشر كما ترون فانها سترتفع اخوتي اخواتي في القريب العاجل سترتفع هذه قم بشرائها كذلك عمله البي سي ان كما ترون ساريكم اياها عمله البي سي ان عمله رائعه جدا ايضا للبدء بها بي سي ان وعمله يعني رخيصه جدا يمكنك شراء منها العديد العديد منها كما ترون صفرين واحد للعمله الواحده كما ترون وهي ايضا سترتفع فلا داعي لعمل عمليه حسابيه اخوتي اخواتي لانني قمت بالاستثمار فيها وقمت بالربح اخوتي اخواتي فساريكم الان كيف تقومون فالدوغ كوين كما ترون هو الان يرتفع سيرتفع بعد قليل يعني فما يحتاج منه من فما يحتاج منك هذا الموقع هو الصبر فقط اخي العزيز انا اتحدث يعني عن راس مال صغير جدا تخيل اخي العزيز لو انك يعني قمت بشراء يعني مثلا 100 الف دوجيكوين كوين 100 الف دوجيكوين كوين فقط وقام ب يعني في يوم واحد يعني قمت مثلا بالربح 5 ساتوشي على كل 1000 يعني 5 آه ساتوشي على كل دوجيكوين، كوين فتخيل معي اخي العزيز كم ربحت يعني من ساتوشيات 500 الف ساتوشي في يوم واحد فهذه طريقه من الطرق التي يعني يستعملها الناس للربح انا يعني لن اكذب عليكم اخوتي اخواتي ان قلت لكم يعني هذا الموقع يعني آه هذا الموقع يعني ليس فيه يعني عمليات يعني آه وضع الاموال يعني ليس عمليات وضع الاموال ليست قليله فهناك عمليه وضع الاموال تصل الى 10 بيتكوين 15 بتكوين يعني واحد شخص يشتري الدوج كوين يشتري بقيمه 15 يعني بتكوين تخيل معي اخي العزيز يعني كم يعني السعر الذي يقوم بشرائه ويقوم باستثماره لانه يعلم ان ان الموقع سيعني يرتفع ثمنه كما ترون اخوتي اخواتي ساوقف فقط الفيديو لكي يقوم بفتح الموقع فنعتبر اخوتي اخواتي ان سعر الدوج كوين قد ارتفع حاليا ستاتي هنا إلى هنا تأتي إلى سيل دوجي كما ترون لدي الآن هنا ألف واثنين وثمانون تقوم بالضغط هنا ستظهر لك هنا الدوجيكي التي تقوم بشرائها بعد ذلك نضع السعر الذي تريده مثلاً أنت أنت آه، يمكن كان وضع السعر من الآن مثلاً تريد آه، تقوم بوضع على تريد مثلا بيعها على 100 ساتوشي تقوم هنا بوضع 100 ساتوشي وتضغط على سيل عند وصول عند وصول يعني البيان الى 100 ساتوشي ف يقوم الموقع بالبيع تلقائيا اذا اردت ذلك من الان اذا لم تريد يمكنك اخي العزيز النظر الى الموقع ومراقبه الموقع الى ان يصل الى ذلك السعر الذي تريد البيع به ثم تقوم بالبيع فهذه الطريقه السهله اخوتي اخواتي فعند بيعك للدوغ كوين سيكون بالبيتكوين سيتحول الى البيتكوين وتقوم بسحبه كما اريتكم في يعني قبل قليل إخوتي اخواتي فهذه الطريقه البسيطه جدا يبقى علي فقط هو استعمال هذا الموقع في معرفه العمليات وكذلك يعني ان تقوم بالاستثمار اكثر، فكلما استثمرت اكثر كلما ربحت اكثر، هذه الطريقه التي انصحكم بها إخوتي اخواتي، هذا بالنسبه فقط لشرح اليوم، كما ترون تجدون هنا يعني السيل اوردر والباي اوردر هناك من يشتري يعني البيتكوين وهناك من يبيع البيتكوين حاليا، كما ترون الناس تشتري وتبيع البيتكوين، فعندما نرى الان في السيل اوردر او بيع البيتكوين كما ترون هنا لدينا الان كم يشتري كم اشترى هذا الشخص من البيتكوين، كم اشترى 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 بقيمة تسعة عشر بيتكوين تسعة عشر بتكوين اشترى يعني اشترى هذه الدوج فعندما يرتفع أد... فيمكنه يعني فقط بيوم واحد ان يربح نصف آه... بهذا العدد باستثمار هذا العدد يكون في يوم واحد ان يربح نصف بيتكوين او بمعنى الف دولار يوميا يكون ان يربح الف دولار يوميا فهذه الطريقة التي يعيش عليها هذه هؤلاء الناس فهذه الطريقة فالمجال الربح من الانترنت مجال واسع وواسع جدا فاذا أردتم مني اخوة اخوتي, إخوتي، ان اقوم بوضع لكم توصيات على عملات ان شاء الله في الدروس القادمة سأضع لكم توصيات عن العملات يعني في الدروس القادمة ان شاء الله عملة ماذا سترتفع وما ستنخفض هذه كانت استراتيجية بسيطة فقط استعملها لي يعني الربح عن طريق الانترنت يعني او الربح عن طريق العملات العملات الرقمية اذا اردتم مني ان اقوم بوضع عملات اخرى سأقوم بطرق استعمال وضع لكم طرق أخرى متعلقة بنفس هذا المجال سأضع لكم فهذه ليست مشكلة إخواتي كل ما يهمنا أنه لا للاحتكار يعني سأقوم بوضع أي شرح أعرفه لكم إن شاء الله كذلك أعتذر عن هذه الغيابات الطويلة إخواتي هذه ليس يعني هذه الظروف التي منعتني من عمل الفيديوهات لكن سأحاول أن أقوم بوضع فيديو يعني إن شاء الله في فيديو